بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد قمر، استاذ الغدد الصماء والسكر، كليه الطب جامعه الزقازيق. عزيزي مريض السكر، احب اكلمك النهارده على مضاعفات السكر. هو صحيح ان لازم اظبط السكر كويس واقيسه على طول واحلل في البيت على طول؟ ما اعتمدش اني ما بشتكيش من حاجه. انت تطمن على نفسك امتى؟ يوم تكون عارف سكرك في الدم طالع كام، لان السكر ممكن يكون عالي وانت مش حاسس بحاجه، وممكن يعلي ارقام فلكيه كمان. طب ليه انا بعالج السكر وانا ما بشكيش من حاجه؟ معروف ان السكر ليه مضاعفات على القلب، على الكلى، على الشرايين، على الاعصاب، على كل حاجه في الجسم. فبالتالي انا عايز اكون دايما مخلي سكري مظبوط. يعني ايه مظبوط؟ يعني ما يزيدش عن 130 صايم، 180 فاطر، السكر تراكمه ما يزيدش عن 7. فطبعا لازم احلل على طول وما اكتفيش اني ما بشكيش من حاجه. من اكثر مضاعفات السكر بتكون على القلب، ووفيات مرضى السكر من النوع الثاني 75% منها بيكون من القلب. القلب تصلب الشرايين اللي ممكن يؤدي الى جلطه دماغيه او سكته دماغيه، جلطه في الشرايين التاجيه والقلب والذبحه الصدريه، والشرايين في القدمين اللي هي بتؤدي الى غرغرينه وبتره اوقات في الساقين. فبالتالي لازم المريض السكر يكون متيقظ للقلب. يتيقظ ازاي؟ بالاضافه لضبط السكر لازم يدور على كوليستيروله ايه، لازم يقيس ضغطه على طول، وضغطه يكون مظبوط عند مستوى معين ما يزيدش عن 130 على 80. ممكن يعني في اللي ما قدرش يوصل للمستوى ده بيتعب، ما ينزل الضغط قوي كده، ممكن لغايه 140 على 90. ودي توصيات الجمعيه السكر الامريكيه. الكوليسترول في مريض السكر لو عنده القلب كمان مفروض يقل عن 70، وكمان بعض الجمعيات تقول 54. فطبعا ال LDL اللي هو الكوليسترول منخفض الكثافه اللي هو الضار للشرايين، ده لازم يكون نازل، ودايما يكون عيان بيقيسه بصفه منتظمه كل سنه مثلا، ويمشي على دواء كوليسترول. ما يقولش ده الكوليسترول نزل خلاص اسيب الدواء، لا، الكوليسترول لو عالي هداني ماشي على دواء كوليسترول على طول، لان دواء الكوليسترول ده بيعمل وقايه من الشرايين. انت ما بتشكيش من حاجه عشان تاخده، انت بتاخده عشان وقايه. بالتالي لو العيان عنده فعلا قلب او جاله جلطه قبل كده لازم ياخد اسبرين. التدخين برضو لازم يتمنع، بالاضافه الى انه لازم يمارس الرياضه. برضو من الحاجات اللي لازم ندور عليها الكلى، لان الكلى ممكن تاثر على القلب. بنقيس الزلال في البول، الزلال اسمه زلال ميكروسكوبي، وكفاءه الكلى، ونتابعهم على طول. وفي ادويه مخصوصه للكلى، وفي ادويه طالعه جديده بتقدر تحمي مضاعفات، بتحمي مريض السكر من مضاعفات القلب والكلى. ويعني حتى جمعيه السكر الامريكيه بتوصي بيها لاستخدامها، حتى لو العيان سكره مظبوط، بتتاخد لغرض الحمايه من الكلى والقلب. ونرجو لكم صحة دائما وسعادة، وحاولوا دائما ما تستعملش زي النعامة وتحط راسها في الرملة وما تدورش على السكر، دور عليه لو عالي هنظبطه. في 100 دواء سكر في لظبط السكر حاليا، وأدوية كتير منها الغالي ومنها الرخيص، لكن صحتك أغلى من كل. شكرا.